شرف كبير لإلي أن يكون موجود هون اليوم، وبتمنى إن شاء الله عقبال 100 سنة يا رب من النجاح والتألق. سي بي سي شاشي مش بس بتشرف الإعلام المصري، بتشرف الإعلام العربي، وأنا بتشرف كتير كتير أني انضميت اليوم تحديداً لأسرة سي بي سي، وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية وعلى قد الأمال اللي معقودة.